بالعشرة وغدرة وسط ليالي بانوني بان العديان فات الأوان يا دراج كون التالي واش خداك يا إنسان مبقى شمان نسيت العالي بالراجحة الحنان لحمة لسان ويبيع وكالي بابا مرة فيها أسرار Thank you.
الكرطة هادي حطوها مور ما ماتت انديس لاس دوكور وش حب يقول لي حطها وحطها قدامها علاه ما على باليش لاس دوكور مسكين يصير اللي حطها حب يوصل لنا ميساج وريا رحت عند السحارة شوفي شكون لقيت عندها مريم شبونس كانت تسحر في عابد تبعتها حتى للسيمتيغ شبونس كانت هي ان ارتيكل مريم ماتت نو مريم هي حية شوفي شي مالوزمو الله يرحمها نو نيمبورت كوا مريم هي حية ماكش تشوفي فيها مريم ما هي حية لا فيكتيم هذه ماشي مريم شوفي هند على بالي بلي كنتو صحابات بصح هاد فريمون هاد لي فوتو اللي راهم من بروف بين يديك يا تكملي لونكيت ديريها نورمال ولا تديهم لابوليس وتوريهم لهم باش تسلكي باسكو انت تالي اللي شتيها هند انا تحفيني غير كملي في لونكيت ديري كوم سي حتى حاجه ما صرات باسكو لا البنات كنت تحكي ونمبورت كوا مريم ما ماتتش ميم سيبوزون لا فيكتيم هذه مريم ما قدرتش نروح نشوف لا بوليس ما تخلص عليا كيما رضا وامين مريم حيا راه وصلني الخبر انت امري وانا ننفذ مولاتي ترضي علينا برك ما نرضاش حتى تكمل اللعبه الاخر وما تصرح حتى حاجه تعطلها ولا تخرب لوغد ما نجوزو لا كارت سويفونت مولاتي ايه نجوزو بصح كاينه حاجه بيزار ضايع عجبتني ليه هي لا كارت الاولى ما خداتش وقت بزاف كيما كنت ميماجيني اللعبة يا مولاتي صارها لك كما البوكي وانا نعرف مليح في الاول الزهرة يضحك بك تحلى وتربحي
في الاخر الربحه شويه تولي واعره. جيسبير ظهرنا يبقى هكا ونكملوا بالخف. عيط لي النفد بيك تاعنا. احفر القبور بيان سور. مولاتي المرأة اللي ماتت تعرفيها؟ مريم مرت عابد لاسبكتور سا دوزيام فام. علاش كانت في الكارت ديكور؟ انت راك داير في راسك بلي قتلتها باسكو مرت لاسبكتور؟ ما يدير والو في راسي مولاتي، لو كان على بالي ما نسقسيكش، بصح سيرمون عندك سبة. كل واحد دار وليدي امين من قريب ولا من البعيد راح يكون في لاسيبل. ولي درتيهم في لاليست سير كاع ضروها. كي يكملوا كاع لي كارت نعرفوا اللي سال يخلص واللي غلط في حقه حاجه ما تصرى له. قضيت روحي ما نكمل. صح شكون اللي دير فيه؟ مازال شو انا غلا علاش زقع عليك الشيخ؟ لا لا الشيخ يحبني بصحابي اللي قاعد معايا، واحد ما يحب يلعب معايا كي يقول لي قسموا لكم لي جروب، واحد ما يحب يدير معايا. خلاص عزيزي دوك امام هضر مع الشيخ ياك نقول له يحطك في الجروب اللي يحبوك. لا 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 ما طلعش. واش كاين تاعك يقول نقرا لهم تقولوا لي انت قالوا لي ما سلامتك. يعطيك الصحة دكتور. واش كيفاش هاي اليوم؟ هاي هايلة، لو كان تزيد تعاوننا شوية تولي خير وخير. أنت كيفاش راك تحس روحك؟ راني بيان نورمال الحمد لله. موغال هو صح في لوكا ديالكم ولازم تعاونوا بعضكم باش تعاونوني. سمعت بلي كاينة بوسيبيليتي باش تمشي صح؟ نمشي ولا ما نمشيش كيف كيف راح يتبدل والو. حاجة كي تكسر الداخل ما ترجعش كيما كانت. بصح انت لافينيغ راه قدامك. حبيتك تخمم في روحك في خدمتك. راني حابة نشوفكم زوج وعندك دراري. انا نربيهم على هذيك اللي راني حابة نعاود ملي نمشي. الكارطة ديالك؟ بدل في الهضره باش ما تسمعش واش راني حابه نقول.
يا سيدي شحال راكي حبتني نجيب؟ 5 6 شحال عندي ما شفتش هاد الضحكة. سولو أي وعلاش نت بلاستك؟ مازالك دير ديسوا خلعتني على بالك. زياد طبيبة قالت لي راك هنا. شايفك من قبل. لا وي كنا نقراو في يونيفرسيتي وحده. فاتن. اه فاتن. مالك؟ سقسي فاتن وشي حبتوني. فاتن وشكي حبتولي في لافنيغ؟ انا ما لباليش مسكي يسوق خير منكم كامل. سمعتوها واش قالت؟ عندك بزاف لا كونفيونس بصح اذا رحتي بعيد الماكسيموم ماكسيموم خدمي سيرفيس. ملك فاتن سمحي لي في بلاصتها طفله صغيره تعطينا البورتيكو. صباح. جوزك صافا؟ راك تخدمي انفيرميير هنا؟ وي راني نخدم انفيرميير. كان مادا بيا نكمل نقرا ميدسين ماك تعرف المعيشه شويه صعيبه. مش فاهم بلي ما كملتيش في لافاك. العام اللي موراه كي دخلنا ما لقيناكش مور لافاك. درت دي فورماسيون هكا ان بو بارتو وكان لازم لي ان ديبلوم هكا صغير باش نعاون به روحي ونعاون دارنا باسكو دزنا على اون بيريود ان بو ديفيسيل بصح الحمد لله جازت. على بالك بلي اختي مالك ماتت؟ على بالي الله يرحمها. دوماج كانت طفلة شابة صغيرة جاية للدنيا. الكورونا كان ميجوز ديناتكم. سي فغي هي تاني كانت شغل مامون بول موراك تخليكش كامل تهدر مع البنات اللي في لافاك. ضلت عز فيك لابخوف دخلت وخرجت وانت مازالك سيليباتير. كاينه مامور لافاك كيفاش؟ متبدل والو. مات مالك ومن بعد مات بابا و مين لا ريسبونسابيليتي تاع الشركة كنت نحوسها وشكون اللي قتل اختي. ودرك عرفتو شكون قتلها؟ هشام. هشام هشام تاعنا وعلاش؟
هندو شا كيدير هنا؟ جيت ندير انكيت باش نكتب ارتيكل جيت نشوف وين ماتت مريم. جاي دير انكيت في جبانه؟ لا هندو شنو ايه؟ لا فهميني، كش ما عندك حاجة حابة تقوليها لي؟ خيرك سبق ولا لازلك؟ على بالي بلي انت درت الخدمة بلا ما تحاول تفهم وبلا ما تسنى والو، بصح انا نحب نكرم الناس اللي خدم معايا، سورتو كي الخدمة تنخدم مليح. وانا نبقى نخدم معاك تقدري تعودي عليا كيما خدمت مع باباك الله يرحمه والبوس. بس عندي ديموند، وماذا بيك ما تردينيش؟ جوز ريح، قولي واش حبيت. لالا زينب عندي 20 سنة وأنا خدام في الجبانة، ماذا بك إذا كان قدرتي بدلي بلاصة وجيبوا واحد آخر في بلاصتي؟ علاش؟ ما راكش مرتاح من راك؟ أي واحد في بلاصتك يعجبو الحال، قاعد في جبانة مرة ولا زوج في العام نبعثو لك واحد تدفنو وعام كومبلي وانت فاكونس. صح عندك الحق، مرتاح بعيد واحد ما يشوفني مهني. صح اهدر سعد، حتى حاجه ما تزعفني. لالا زين انا كرهت من عيشه الجبانه، كرهت من الفقر، كرهت من الميزيريه. لميت عندكم دراهم بزاف، حب نعيش، أنا حب نخرج نشوف الدنيا. فهمتك وراني قابلة، بس حتى نطفي ناري على ولدي أمين ومن بعد نخليك تروح ونزيد لك ما من بخير، متفاهمين؟ مليح للنسي، ما يكون غير خاطرك واش تحبي انتي. دوكا احكي لي كيفاش ماتت. نقولك الصح لالا زينب، كنت حاصر كيف ندير لها، ما فهمتش درت حسابات كامل ما لقيت والو، حتى نموت جابتها للجبانه برجليها. جات واحد العشيه تحوس عليا، كانت حابه دير السحور راجلها بس بكتور عابد باش يتلقى مرته الاولى، وتهترجع لي في الليل وتحركت صورته في القبر المنسي. كي كونفيرميت من عندها النهار اللي تجي فيه مشيت للقبر وفرشته بالقطن. فرغت فيه ليسونس. ومشيت للقهوة نلعب الرامي والخاسر اللي خلص الطابلة. خسر وحكمت عليه يروح للجبانة ويحط الورقة في دمرة القبر المنسي، وفهمته باللي راهي تخرج من قبرها كل ليلة وترجع قبل الفجر، وهو قال لي ما نخافش وراح، وهي وصلت قبله.
أمين كان يعرفها؟ يجي النهار تعرفوا باللي ما ظلمت حتى واحد حطيته في لاليست. حبة السفرة ما زالها عندك؟ أنا لا ميسيون تاعي كملتها. مش حالك؟ لا لا خليها عندك، هذه دنيا تقدر تحتاجها. لا ما يكون غير خاطرك في الناس. والله ما درت والو يا حضارات. المرة اللي بتصير عادي تعرفيها من قبل؟ لا لا ما نعرفهاش. تكذبي. وعلاش نكذب وانا ما درت والو؟ وهذا تعرفيه؟ ايه الصويرة هذه عرفتها، جابتها لي مرا وتخاف من هذا الراجل وقالت لي ديري الحجاب باش يبعد من طريقها. المرا هذيك تخدم معنا جورناليست تما غير ادريسة. خلاص 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 عرفتها. شوفي حضرت، جاتني مرا وقالت لي عندي راجلي، وانت هو راجلها، انت هو اللي في التصويره. ظلم وليتي منها؟ ترميها في قبر منسي. ترميها ولا تحرقها؟ لا لا ترميها، خاطر لو كان تحرقها يروح كلش. واش درت؟ هي واش كانت حابه منك؟ بيناتنا جات باش تطلقك من مرتك الاولى وتقعد ليها وحدها. هادي تي لقيتيها لها؟ صبر ما تقلقش اتون. ما قلتلكش منها بزاف اتون ليك. شوف قلت لك مازالك شباب كيما قبل. ديما شارع رضا اللي جيت بغيت نقول لك. ما عادش نطول عندك بزاف. اش بالك حبيبي؟ متروحيش نخافكش ما يصرالك. ما تخافش ما يديروا لي والو. حبيتك برك دير لا بريسيون لاس دو بيبي. هذه 4 شهور بعداش خدمتو. خليني انا نصفي لي دو دوكور. لا لا لازم نريسبكتيو لورد. دير له لا بريسيون هدو دبر راسك. داكور سنا جيني ان بيك نعطيلو ميسيون سويت دو كور. بعد نصبحها معاه. ما تنساش دير الماسك تاع جوكر شويه بكري باش يعرفك شكون انت. مش عليا عندي مولاتي تكوفري بالوقت. سيدي مازال ما يعرفك حتى واحد. سليمان قلت لك ما تخافش. سيدي ما راهيش في البلاد. جو سوي ان كاليفورني. المراه اللي راهي قدامك اسمها حبيبه بن مهدي. الجو ايطاليان. وكنت نخدم اوتيس دو لير. شانتي مدام حبيبة.
رايد موجود. وعلاش حبيتها تجي؟ ماشي قلت لي تلقها؟ ولا حبيتها تجي تشفى فينا؟ ولا تشوف بلي حكموا عليه بالبات؟ يما ما تلقوش في المحكمة يسمى مازالوا كيف كيف قادرين يعاودوا يولوا. جامي ما يولوش. استاذ مازال باش يدير بيريو. ما تقلقش اصبر شوي. مين لورا من جاتش معك؟ ما شفتهاش اليوم. محكمة الجنايات المنعقدة بين وحدي فيها ستباشر الرد على الأسئلة المطروحة في قاعة المشورة. السؤال الأول، هل المتهم سليم رضا المولود بتاريخ 16/5/1993 ابن سليم الأزهر وبور المالحة مذنب لارتكابه منذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم لجناية القتل العمدي إزهاقا لروح المرحوم أمير نصير؟ الجواب كان لا بالأغلبية، وعن الأسئلة الأخرى تصبح بدون موضوع. وعليه فإن محكمة الجنايات المنعقدة بمحلي فيها تصرح ببراءة المتهم وتأمر بإطلاق سراحه ما لم يكن محبوسا لأمر آخر. حنا فين؟ كرسة مرفوعة. كنت سير بلي غادي يخرج براءة رضا. دروك بقى تورت نبيل اللي كيخلص. مام نبيل، جو سوي سور غادي يخرج براءة. تعرفيه مليح. نعرفه مليح مليح. هاكلة. تخي بيان مدام. بيان فوالا هاكي قدر كرسي وبحال هاكي هادو صحيتي يعطيك الصحة برافو. ها شوية تصبر توقفي على رجلك وتولي تمشي. هيا دوكا نروحو نريحو. هاني وي احانو لي نقدر نمشي وبالك ما نقدر نمشي للور. هاد الهضره فيها معنى. شوفي انا خدمتي عليا نعاونك باه توقفي على رجليك، ومن بعد انتي اللي تخيري هي الخطوه القدام هي الخطوه للور. باش ترجع حياتك اللور صعيبة وممتع ما تنساش الباسي. أنا حياتي جوزتها في هاد الكرسي ولا سوليتود خلتني نعود حياتي ألف مرة في النهار. كنت حابة نعرف وين خلط وش كان لازم ندير. ومن بعد قبلت هاد الكرسي ومازالني خايفة. أنا خايفة نغلط، أنا خايفة نظلم، أنا خايفة نتوجع. وأنا هدا وين بديت زعم هاد البرا. باش تتقدمي لازم تنحي الخوف وتتصدمي. اللي كاتبها ربي لازم تصرصر. هيا نولو نعبدو. وليدي وليدي خطيك انا رايحه لحد ممنوع لحد وليدي خليك شويه بصح ما تطونيش معاك.
رضا يما رضا الحمد لله يما الحمد لله وتعالى بالي بلي حنخرج يما الحمد لله انا نستناوك روح انا نستناوك تنفي وجود أي علاقة لي في قضية الحال، علما أن التحقيق استند في توجيه التهمة لشخص وحيد وهو المتهم رضا سليم التي صرحت العدالة ببراءته منذ قليل، لأن أداة الجريمة لم تكن الأداة القوية التي وجدت في يده إثر مداهمة المكان. اشرح لي كيفاش. رضا قال كان يتبعني في إطار تحقيق صحفي، وهو الشخص الوحيد اللي شهد بأنه شافني كي دخلت لمنزل الضحية. لكن السؤال المطروح سيادة الرئيس، كيفاش شافني دخلت إلى منزل الضحية وما شافنيش المخرج؟ سيادة القاضي المحترم، المنطق هو آلة تعصم الفكر من الخطأ كما يقال، فكيفاش قاتل يدخل إلى منزل شخص ثم يقوم بقتل روح بشرية ببرودة أعصاب ثم يقوم بالتخفي والمغادرة بكل بساطة وبكل أريحية إن لم يكن قاتل متسلسل، يعني أن تيغنسي كما يقال بالفرنسي، وأنا لست كذلك. ما لا يعلمه الجميع أن علاقتي بالضحية كانت علاقة معاملات وفقط، ما كاش نهار رحت زرته في الدار كما يدعي الكثير، ولا ليوم واحد، وأن كل المعاملات التي كانت تتم بيني وبينه كانت تتم بمكتبي الخاص أو في أماكن عامة. والتحقيق راه يقول اللي كانت عندك معاملات مع الضحية. سيادة الرئيس، أنا محامي لعدة شركات ومؤسسات اقتصادية، ماهيش المرة الأولى اللي نحكم فيها قضية مثل هذه القضية، والعقد الذي كان بيني وبين الضحية عقد عرفي، وهنا سوف أقوم بنزع واجب التحفظ لأنني لم أعد محاميا مدام شطب اسمي من قائمة المحامي. الضحية أمين كان يقوم بمعاملات لفائدته الخاصة دون علم والده، وكان بيني وبينها اتفاق أننا نحط من رقم معاملات الشركة وإثقال كاهل الشركة بالديون حتى يوهم والده بأن الشركة قد أفلست، وبالتالي يبيع الشركة بمبلغ مقبول على أن يتحصل على نسبة عالية من الأرباح دون علم والده. وهنا تفطن الوالد تاعه فاق به واتهمني وقال لي بلي راك شريك في هذه التهمة وفي هذه الجريمة اللي قام بها الابن تاعه. هذه التفاصيل الحقيقية لهذه القضية سيادة الرئيس الوطني. كملت؟ نعم. تفضل روح تريح. دوك نسمع شهادة عصام كعواش. عيطونا للشهد. شهادة زور. شش. هذيك راهي خايفة من خالها البوس خليفة. سكوت سكوت ولا دوك نرفع الجلسة. هي تلبسي القضية. اخرجي. اخرجي من القاعة. Thank you.
اسمك عصام؟ انا ام سيد الرئيس. المتهم واش يجيك؟ ما نعرفوش سيد الرئيس. والمرحوم واش يجيك؟ كنت نخدم عند بابا سيد الرئيس. نزيد نعاودها لك، المرحوم واش يجيك؟ ما نعرفوش سيد الرئيس. ارفع يديك اليمنى عاود، قول اقسم بالله ما نقول غير الحق، الا الحق ولا شيء اخر من غير الحق. اقسم بالله سيد الرئيس. شوف هذاك المتهم هذاك راه يدعي انه ليله الجريمه كان مختطف عندكم. اكد لي هذا الشيء. نعم سيد الرئيس. مالك ملي جيت وانت عينيك ما مضين؟ انا بالي بلي تحبيني، تخليني انا وحدي. مش غير انا اللي نحبك، سومو كاين يحبوك. ما كاش، انا غير ضهم برك بصح باش يحبوني ما شكيتش. باباك ماماك يحبوك، انت ما تقول لي ماما حنين عليا واذا حنت عليك اليمات الدنيا ما فيها. لو كان نحكي لك حكايه تبقى بيناتنا بيناش اك مع مالك احكي. هذوك ماشي بابا ويما، رباوني برك بس عندي بابا ويما. ما عادش تكذب. مانيش نكذب، يما ما قدرتش تربيني وحدها، راه تحطتني قدام واحد الدار، هذيك العائلة هما اللي ربوني. يما ما قدرتش وحدها، بابا كان في الحبس، باقي البوك مازالو في الحبس، بلا مات ما على باليش. عجب حكيت لنا هذه الحكاية؟ خفت، خفت تضحكوا عليا. وهما جامعش حوسوا عليك؟ أنا تان ما حوشتش عليهم. صح معلش، روح عند بسيكولوك وحكي له. حبوش هو اللي يقدر يفهمك. لو كان يقول لابوليس كاين حاجة يسموها سكري بروفيسيونيل، ما يحكيش. صح، ولو كان يحكي؟ قلت لك ما يحكيش. مليحة بسيكولوك، نروح بسيكولوك. مليحة نروح. مالك؟ سامي خلونيش نروح، قالوا لي حتى تكمل الخدمة. لا نقول لك، نقول لهم يجيبوا لي بسيكولوك هنا، وش رايك؟ سمح لنا نروح. كمل الخدمه نخرجوا حبك. خلاص كرهت هاد البلاصه، ما غماتكش. يا نروح الغابه، نروح نحوسوا ونجروا شمو شويه هونقي. هيا كملوا الخدمه، جي معايا. جي معايا، خليليش انا. مالك؟ صح صح مالك، جي معايا.
حرية. يا حاير رينا كره الباص اللي فات عليا سنة مر سنة حايب ننسى وتبرى الكيا ما حسيت بالهنا وحبابي غدروا بيا نفاق والخيانة أنا الغلطان ماشي بالنية يا أنا هو المهموم وندعي ربي اليوم وتزول هاد الكيا في من ندير اللوم نساوني واش نكون في بالهم سهلة الدنيا اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش الامان خساره خساره اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش الامان خساره خساره شفت الموت بين عينيا بين ربع صوار جات الضربة ومسحوها فيا زمان الحقار يدور الدور وتضحك لي الدنيا ويجي نهار ونشوف في لي ضحكوا عليا يا أنا هو المهموم وندعي ربي اليوم وتزول هاد الكيا من ندير اللوم نساوني واش نكون في بالهم سهلة الدنيا اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش الامان خسارة خسارة اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين